طائر الفردوس الأكبر هو النوع الأكبر في جنس طيور الفردوس من فصيلة الفردوسيات، حيث يبلغ طول الذكر 43 سنتي والأنثى حجمها أكبر من حجم الذكر، ويصل طول الأنثى ل 48 سنتي، وهذا النوع ثنائي الشكل جنسيا، فللذكر وجه أخضر قزح اللون أسفل العينين والمنقار، وأعلى الرأس أصفر لامع، وقبة ريش الظهر لونها فضي وأصفر لامع، أما باقي ريش الجسم فلونه بني كستنائي، والأنثى لون ريشها بني كستنائي. وموطن هذا النوع غابات الأراضي المنخفضة والتلال في جنوب غرب غينيا الجديدة وجزر آرو بإندونيسيا. وتم إدخال هذا النوع من قبل السير ويليام إنجرام ما بين العامي 1909 و1912 في جزر ليتل توباجو في جزر الهند الغربية، في محاولة منه لإنقاذ هذا النوع من الانقراض بسبب الصيد الجائر، إلا أن المجموعة التي تم إدخالها انقرضت على الأرجح الآن. ويتغذى طائر الفردوس الأكبر على الفواكه والبذور والحشرات. أما التكاثر فتعد ذكور هذا النوع متعدد الزوجات، والإناث هن اللائي يقمن باختيار الشريك من الذكور اعتمادا على لياقة الذكر، وذلك من خلال طقوس التودد ورقصات التزاوج ونداءات الذكور. وتكون ذروة موسم التكاثر بين شهري مارس ومايو وشهري أغسطس وديسمبر، وتحظى رقصة التزاوج أو التودد لطيور الفردوس الأكبر على شهرة ذائعة الصيت نظرا لجمالها وغرابتها. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالمقطع، وإذا أعجبكم اضغطوا زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم بود.